هلا الكونفنشن انه راح نعمل افيكسينج افيكسينج او اتاتشينج لفريمز لازم نبدا بفريمز ونعملهم فيكسينج او اتاتشينج فالكونفنشن عاده انه ناخذ كل وحده من الجوينتس والجوينت في لها اكسس راح احط على الاكسس هو راح يكون الزد عاده اذا كان هذا وهذا ما بتقاطعوش المشكله اذا هذا وهذا بتقاطعوا بدنا نعمل لا راح نعمل الزد بس الاكس بيختلف اذا راح احط الزد باتجاه الاكسس هلا طبعا انا اربيتراري ممكن اقرر اعمل البوزيتيف هيك واعمل البوزيتيف هيك بدك تقرر راح يطلع ما فيش شيء يونيك ما في حل واحد يونيك فممكن تعمل الزد اكسس بوزيتيف بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه احنا هون بالرسمه مثلا عاملينه بهذا الاتجاه بعدين راح نعمل الاكس لهذا الفريم عمودي هو الخط العمودي الواصل ما بين التو اكسس بينه وبين اللي بعده متذكرين حكينا هذا راح يكون بينه وبين اللي بعده الاكس والالفا الالفا والاي راح يكونوا بينه وبين اللي بعده فالاي راح تكون هي الاكس بينه وبين اللي بعده وصف الواي خلص واضح الواي راح اصفي عشان يعطيني الرايت هاند رول صف الواي عمودي على هذا وعمودي على هذا من هون فصار عندي هاي الزد انا عملت اتاتشنج لفريم وجدت الخط العمودي ما بين هذول الاثنين حطينا هذا الاوريجين كان للفريم الزد كان باتجاه الاي 1 ماينس 1 اكسس الاكس هو الخط الواصل بينهم العمودي العمودي على هذا والعمودي على هذا وبعدين الواي اجى عندي بشكل عادي هلا هون عندي راح يبين طبعا هي مباشره عندي هي هذا هي المسافه اللي بينهم اللي هي a minus 1 ai minus 1 تذكروا انه ال ai minus 1 بترجع على هذا والالفا i minus 1 بترجع على هذا الدي بترجع على هذا والثيتا الدي بين هذا وهذا بين اللي قبله ريليتيف اللي قبله بترجع على هذا والثيتا بترجع على هذا اللي هون فصار عندي هي المسافه هون فعملنا هذا الاتاتشمنت هلا بنيجي على هذا بنعمل نفس الشيء بنعمل اتاتشنج لزد اي بهذا الاتجاه اكس اي راح يروح باتجاه الاي للي بعده وتذكروا ممكن يكون في بين هذا الاكس وهذا الاكس ايش في شغلتين زاويه وديسبيسمنت هاي الديستنس الديستنس اكروس مين دي اي اكروس زد اي وكمان راح يكون في عندي ديستنس اكروس زد اي ماينس 1 الونج سوري الونج وعندي روتيشن ثيتا هاي الثيتا روتيشن ثيتا فصلتها عن الدي ففي عندي روتيشن ثيتا اي حوالين مين حوالين الزد والدي اي الونج الزد نفس الشيء هون راح يكون في عندي دي اي الونج زد اي ماينس 1 وثيتا اي ماينس 1 الونج زد اي ماينس 1 وبعدين هون عملنا نفس الشيء اتاتشنج لاكس اي هلا هون اذا بقارن اكس اي مع اكس اي ماينس 1 في بينهم ديسبيسمنت وفي بينهم روتيشن والديسبيسمنت الونج الزد والروتيشن اراوند ذا زد نعم هلا بتوقع الواي بتبين هون بالديستنس هاي يعني احنا ماشي ما بناخذها بشكل مباشر بس لو ما في واي روتيشن على الواي كان ديستنس زيرو يعني لو بس تويست انت بتقول انه الواي بصير في عندي حركه بالواي لا يعني في حركه بالواي لو ما في واي لو تويست كان الدي زيرو وراح يبين عندنا بالواي لانه اللي يصير عندنا حركه بالواي مزبوط بالواي اذا بدي اقدم الفريم هو على اللينك نفسه بس اذا اخذت الفريم اللي هو برا الوهمي ما في بيكون على الواي فيش عندك حركه في الواي هو المهم انه 6 اذا بدي بالنهايه احقق اللي بدي اياه اذا عندي 6 جوينتس بقدر اجيب 6 ديجريز اوف فريدم بقدر احقق الاورينتيشن هاي عندي هذول هلا هذا موازي لهاد لانه صار عندي هون روتيشن فهذه صارت الاكس اي من هون هلا اذا الكونفنشن انه باجي بحط كل اللينكس الجوينتس كل جوينت بحط لها الاكسس بكون الزد باتجاه هاي الاكس بيكون هو الخط اللي واصل بينهم لكن في عندي حاله خاصه اذا كانوا التنين بتقاطعوا صار عندنا مشكله مزبوط اذا التنين بتقاطعوا ما لهاش معنى وقتيها بحط الاكس عموديه على البلين اللي بيحتوي زد اي وزد اي ماينس 1 اوكي فلو كان زد اي وزد اي ماينس 1 بتقاطعوا في مكان معين راح يصفي فيهم بلين بيحتويهم بحط الاكس اي ماينس 1 بتكون عمودي على هذا البلين من نقطه مثلا من نفس النقطه من نقطه معينه بختارها هلا بنشوف مثال عليها من هون يعني في حاله خاصه ما بقدر احطها لانه اذا بدي احطه بهذا الاتجاه ما فيش اذا عندي خطين بتقاطعوا اذا زد اي وزد اي ماينس 1 بتقاطعوا كيف بدي ارسم خط يوصل بينهم ما لهش اتجاه مزبوط ايش نقطه التقاطع بينهم في نقطة تقاطع بينهم بطلت أقدر أرسم خط عليها فاهمين المشكلة هون شو هي؟ إذا عندي هدول الخطين بتقاطعوا هلا إحنا كل شو كنا نقول؟ كنا إذا عندي خطين ما بتقاطعوا ومش بارلل في خط واحد يونيك مش هيك اتجاهه؟ هذا هو الإكس آي أو الإكس آي ماينس 1 بالحالة هاي وبقدر أرسمه مش هيك؟ إذا كانوا متوازيين
عندي عدد جدا منهم، عدد هائل جدا منهم بقدر اختاره. طبعا الاشاره بقدر اختاره هيك بوزيتيف، يعني بقدر اختاره هيك، او اذا بدي مثلا اختاره هيك بس طبعا رح يعكس الاشاره. هلا المشكله اذا هدول الاثنين بتقاطعوا وين بدي ارسم الاكس اي ماينس 1؟ عمود. ما فيش الحل الوحيد اني ارسم عمودي على البلين اللي بحتويهم. اوكي ماشي واضح. بطلت اقدر اقول ارسم لي خط اقصر خط ما بين الاثنين هدول، ما فيش له اتجاه لان هم اثنين على بعض جاي. فاذا زد اي وزد اي ماينس 1 بتقاطعوا ما بقدر ارسم اكس اي ماينس 1 من واحد للثاني، بحط اكس اي ماينس 1 عمودي على البلين اللي بيحتوي زد اي ماينس 1 وزد اي. بعدين واي رح تبين معي بشكل طبيعي من هون. هلا بالنسبه للبيس فريم وبالنسبه للانث فريم، تذكرين شو الانث فريم اللي هو تبع الاند افكتر، بدي احاول احطهم في اربيتر، يعني بقدر اغيره زي ما بدي. يعني لو كان عندنا الروبوت البيس تبعت الروبوت هون بس اول جوينت موجوده هون، مش ضروري احط البيس تبع الروبوت هون. الفريم زيرو، فريم زيرو ممكن ارفعه واحطه على نفس فريم واحد بس الفرق بينهم مثلا زاويه. ونفس الشيء بالاند افكتر، الاند افكتر ممكن احطه بمكان يسهل علي. البقيه ان بتوين لازم يكون في مناطق محدده احددهم في less arbitrary choice. بس بالنسبه